صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول في تتمة سؤاله: وما أرجح الأقوال في أهل الفترة الذين لم تبلغهم الحنيفية قبل الرسالة؟ أمرهم إلى الله. أرجح الأقوال أننا نفوض أمرهم إلى الله عز وجل، لكن في الدنيا نعاملهم معاملة الكفار لأن أعمالهم كفرية، فجنائزهم ومواريثهم وأمورهم يجرى عليها حكم الكفار. أما في الآخرة فيما بينهم وبين الله هذا لا نتدخل فيه، شأنهم إلى الله. نعم.